حيث قام المحافظ اللواء علاء فتحي أبو زيد بنقل الناخبين من أهالي قرية جارة أم الصغير أصغر قرى مصر باستخدام أتوبيس للإدلاء بأصواتهم في لجنة مجلس مدينة سيوة لعدم وجود لجنة انتخابية بالقرية. غرفة عمليات المحافظة خصصت أتوبيسا لنقل 95 شخصا من أهالي الواحة. فعلا الموضوع مش محتاج أكتر من أتوبيس، بس الموضوع مختلف في الكويت بعد ما أنهت البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وسجلت